الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على محمد وصحبه وآله. نواصل اللقاء مجددا في سلسلة محاضرات مادة أساليب البحث العلمي. حنكون اليوم مع موضوع كتير مهم، وموضوع من أكثر المواضيع اللي يجب على الباحث أو الطالب أن يركز عليها، وهو موضوع citation and referencing، الاقتباس وكل ما يتعلق بموضوع المراجع. هنحكي اليوم عن تعريف للcitation والreferencing وشو الفرق بينهم. هنحكي عن الأنماط والستايلز تبعت الاقتباس والcitation. هنركز شوية على كأمثلة على هارفارد referencing style، نموذج هارفارد في عملية التوثيق. هنحكي برضو ببعض الأمثلة على كيف نكتب قائمة المراجع في نهاية أبحاثنا، ونتطرق في نهاية البحث في عجالة في نهاية اللقاء عن موضوع السوفتويرز والبرامج المحوسبة اللي بتتعامل مع قوائم المراجع وكل ما يتعلق بالتوثيق. طبعاً الباحث أثناء شغله بيرجع لكثير من الكتب والأبحاث العلمية والتقارير والإحصائيات، وهذه المصادر يرجع لها الباحث عشان يحقق هدف البحث، عشان يقارن بين شغله وشغل السابق، عشان ياخذ بعض الارقام والنتائج، عشان ياخذ احصائيات، عشان يوثق طريقه عمل محدده او ستاندرد معين بده يشتغل عليه وهكذا. الان عشان تستخدم جهد ناس اشتغلوا قبل هيك، لازم تشير لهم في البحث تبعك انه هذا الجزء من المعلومة او هذا السطر او هذا الجملة مصدرها المكان الفلاني، وهذا هو محور حديثنا اليوم. الان خلال النص لازم بعد كل جملة تم اقتباسها او كل معلومة اخذناها من مصدر سابق بنعملها عملية، في خلال النص بنعملها عملية توثيق، وبنهاية التقرير او البيبر او البحث او الثيسس او الديزرتيشن بنعمل قائمه المراجع والمصادر اللي الباحث استخدمها، ونذكر المصدر بالكامل في نهايه التقرير. شو الفرق بين السيتيشن والريفرنسينج؟ باختصار السيتيشن هي عمليه انه ناخذ من شغل الناس السابقه ونكتبه اثناء صياغه البحث نفسه، في النص تبع البحث، في التقرير نفسه، في داخل التقرير نفسه. لما ناخذ جزء من شغل الناس السابقين بنذكر هذا الشيء، سواء بين قوسين كما سياتي الحديث عن هذا الموضوع او الرقم، هذا اسمه عمليه التوثيق citation. عمليه الريفرنسز اللي هي قائمه المراجع والمصادر اللي استخدمناها او وثقناها في اثناء البحث، في نهاية التقرير تبعنا أو البحث تبعنا بنشير إلى كل المصادر والمراجع اللي استخدمناها خلال البحث. طبعاً عشان ليش مهم نعمل عملية citation وreferencing؟ مفروض عملية citation والreferencing تكون شاملة لكافة المعلومات اللازمة، بحيث إنه أي شخص آخر قرأ البحث تبعنا حب يرجع للمصدر اللي أخذنا منه يرجع لهذا المصدر. هذا الشيء ليس اختياري، ما بنقدر نقول أنا حابب أوثق أو أحط قوائم مراجع إذا حابب أوثق وإذا ما عندي رغبة، لا، هذا الشيء يعتبر شيء إجباري. الخلل فيه يعتبر سرقة علمية، كما تحدثنا سابقا في أخلاقيات البحث العلمي يعتبر بلجرزم لو ما عملناش عملية التوثيق والمراجع كتبناها بطريقة صحيحة. الآن إذا عندك اعتراض أو ملاحظة أو رأي أو أرجومنت معين أو فكرة معينة تجاه الشيء اللي أنت كتبته، ما في مشكلة، بتكتب الشيء الموجود اللي أخذته من مصدر آخر وتعلق عليه بالطريقة اللي أنت شايفها مناسبة، سواء بالتأكيد أو بالدعم أو بالنقد أو بالتحليل أو بإظهار بعض الجوانب. وهذا اللي بصير في الليتريتشر ريفيو، أنه نذكر البحث أو النتيجة اللي انعملت او ايش اشتغلوا السابقين، ونعمل كريتيكال ريفيو على شغلهم، ونحاول انه نظهر جوانب الضعف فيه او جوانب القصور فيه، وهذا يعتبر من مبررات الشغل اللي احنا بدنا نشتغله جديد. لان في فرق بسيط بين مصطلحين اللي هما ريفرنسز وبايبليوغرافي. اللي هو الريفرنسز هي عباره عن القائمه اللي بنحطها في نهايه البحث
تبعنا ونهاية التقرير تبعنا، وتشتمل على كل العناصر اللي ذكرناها خلال النص تبعنا. خلال النص نذكر اللي وثقنا منها المراجع السابقة، كل الكتاب أو بحث أو تقرير أو موقع إلكتروني استخدمناه في الكتابة عندنا وموجود داخل النص أشرنا إليه، هذه القائمة اللي بنهاية البحث تعتبر قائمة الريفرنسز. الببليغرافي اللي هي عبارة عن المصادر أوسع من قائمة المراجع، هي عبارة عن القائمة السابقة اللي هي قائمة المراجع اللي اشتملت على كل ما تم استخدامه داخل النص، بالإضافة إلى أي شيء تمت قراءته سواء كان كتاب أو بحث أو أي شيء حوالين الموضوع اللي احنا نشتغل عليه، زود من فهمنا في كلام نظري مفيد للموضوع، ولكن مش بشرط نكون أخذنا منه في البحث. ليش الناس بتعمل عملية citation وreferencing؟ أولاً عشان نعطي كل مجتهد حقه، عشان نعطي كل فكرة ونعيدها إلى صاحبها الحقيقي، كل معلومة تعب عليها الباحث وذكرها في بحثه، أي واحد بعد هيك بده يستخدم هذه المعلومة أو هذه الفكرة أو هذه الطريقة أو النتائج اللي حصل عليها يجب أن يشير إلى مصدرها، وهذا بيعطي الحق لأن هذه الفكرة فكرته وهذه تعتبر من ضمن ما يتعلق بملكيته الفكرية. اثنين، نساعد على انتشار المعرفة، لأنه إحنا لما نكتب بيبر معينة ونذكر في نهاية البيبر ريفرنسز 20-30 مصدر آخر، وخلال النص أخذنا معلومة واقتبسنا منها ووضعناها، ممكن لأي قارئ أنه يرجع لهذه المعلومة إذا رغب ويحاول أنه يستزيد، إذا رغب في الاستزادة من أي شيء ممكن يرجع لأصل هذه المعلومة. أيضاً وجود الاقتباس والإشارة إلى المراجع السابقة بيساعد على نشر المعرفة، وأنه الناس بتصير تعرف مين هم الباحثين اللي بيشتغلوا في كل موضوع من المواضيع، بحيث أنه كل باحث بيعرف الباحثين والأبحاث والدراسات وحتى المجلات اللي مرتبطة بشغله. أيضاً مؤشر على عمق معرفة الكاتب، لأنه مش كتير يعني ميزة إنه نقلل من استخدام المراجع بحجة إنه كأنه أنا بنسخ من شغل الغير، لا، يجب إنه تظهر شغل الغير وتبرز في نفس الوقت إيش تميز شغلك عن شغل الغير وتقارن شغلك بشغل الناس الثانية وهكذا. بالإضافة إلى إنه عشان تشتغل شغل صحيح بإطار نظري صحيح، إذا نعمل تجربة لازم نشير إلى كيف خطوات عمل التجربة بحيث إنها تكون بطريقة صحيحة، وبالتالي بيظهر قديش الباحث ايضا قرا واطلع. يعني يمكن من الاسئله اللي او اللي بيسالوها كثير من الطلاب والباحثين، هل انا بلزم اني اعمل عمليه توثيق لكل شيء، والله ايش هي الاشياء اللي مفروض اوثقها من شغل الناس السابق؟ كل شيء اقتبسته او اخذته او استفدت من شغل ناس سابقة يجب إنه تعمل عملية توثيق له ومنشن مين الشخص اللي عمله أو من وين أنت مقتبس هذه المعلومة أو هذه النتيجة أو هذه الإحصائية أو حتى هذا النقاش أو هذا التفسير. التعريف بنعملها عملية توثيق، الإحصائيات، النتائج، النظريات، الخرائط، إذا أخذنا صورة، أخذنا جدول، أخذنا جراف، أخذنا تيبل، إذا في تفسير معين لنتائج سابقة وتحليل لنتائج سابقة وأنا استخدمت نفس الارجومنت هذا عندي برضو بوثقه، لأنه بيدعم حتى شغلي مش بيقلل من قيمة شغلي. إذا أنا اشتغلت على أشياء وطلعت نتائجي مقاربة لشغل ناس تانية وتفسيرها مقارب لتفسيرات ناس تانية، أيضا هذا بيعطي قوة لشغلي. حتى لو أعدت صياغة فكرة معينة أخذتها من بحث سابق وعملت لها عملية paraphrasing يعني إعادة صياغة لغوية، برضو بعمل عملية توثيق. لما نحكي عن citation styles، أنماط ونماذج عملية التوثيق، طبعا في يعني عدد كبير جدا من هذه النماذج، وكثير من المؤسسات بتعمل لها نمط معين أو نسق معين أو style معين لعملية التوثيق وكيف تنكتب المراجع. طبعا الجامعات والمؤسسات العلمية بتكون
يعني محددة على أي نمط هم حابين أن الطلاب تبعونهم يشتغلوا فيما يتعلق بعملية التوثيق. طبعا زي ما ذكرنا عملية التوثيق citation وreferencing مقسومة لجزئيتين. الجزئية الأولى كيف أنا بأشير إلى المصدر اللي أخذت منه خلال كتابتي لمتن النص والبحث اللي أنا بشتغل عليه. الجزء الثاني المكمل إله كيف أنا بأشير للمرجع اللي أخذت منه بذكره بالكامل في نهاية التقرير أو البحث أو الرسالة اللي أنا بشتغل عليها وكيف بأرتب المراجع في نهاية الرسالة اللي أنا بشتغل عليها. بصورة عامة عملية التوثيق، خلينا نبدأ بعملية التوثيق في متن النص. عملية التوثيق هي عبارة عن أنه بعد ما نأخذ الجملة ونعيد صياغتها، نأخذ الرقم، نأخذ الإحصائية، نأخذ الفكرة، بين قوسين نذكر المصدر اللي أخذنا منه هذه المعلومة السابقة للقوسين هذول. الطريقة الأولى أنه بين قوسين نذكر اسم المؤلف تبعه والتاريخ و أو رقم الصفحة اللي أخذنا منها، وبنهاية البيبر أو الرسالة بنذكر تفصيل دقيق للمصدر بالتفصيل، عنوان البحث ودار النشر والتاريخ وكل ما يتعلق بهذا الأمور. هذه هي الجزئية أو الطريقة الأولى. الطريقة الثانية مش كتير مستخدمة باللغة الإنجليزية، مستخدمة أكثر في الدراسات الشرعية، اللي هو بنعمل عملية التوثيق والاقتباس، وتحت في نهاية الصفحة من نحط إشارة، وبنهاية الصفحة في الفوت نوت نذكر المصادر اللي أخذنا منها. الطريقة الشائعة كثيراً في الأماكن العلمية وفي السياقات العلمية هي طريقة الأرقام، إنه كل مرجع بينعط رقم، وإذا أنا أخذته ويرتب حسب ترتيب ذكره في النص، يعني أول نص في الورقة العلمية أنا أخذته واقتبسته بحطه رقم واحد، وبنهاية الورقة العلمية مثلا رقم واحد بأشير إلى هذا النص، وين ما تكرر رقم واحد بيكون هو عبارة عن هذا النص كأنه تعريف له. طبعا في عنا index citation خلال الاقتباس في النص، يعني عدد كبير جدا من الستايلز MLA APA هارفارد فانكوفر IEEE AMA وكثير من الأنماط. بالمناسبة معظم هذه الأنماط طبعا هما في تو كاتيجوريز، اما بين قوسين الاسم والسنه او ارقام. الفروقات بينها فروقات بسيطه جدا، سواء في الانتكس سايتيشن او في الريفرنس ليست اللي في الاخر، عباره عن يعني بعض الامور البسيطه اللي ممكن راح نشوفها في الامثله اللاحقه ان شاء الله. المجلات العلميه، كل مجله علميه بتحدد شو هو الستايل اللي هم حابين انه الباحثين اللي حابين يكتبوا في هذه المجله ويرسلوا ابحاثهم العلميه لهذه المجله، ايش هو النسق اللي هم حابين يستخدموه. وفي بعض المجلات بيكون عاملين يعني ابلكيشن بسيط او ملف بسيط يمكن استخدامه في خاصه فيما يتعلق بالاستخدام الحاسوب في عمليه التوثيق. ايضا كتابه الكتب او توثيق الكتاب، كتابة المراجع للكتاب بتفرق عن الورقة العلمية أو البحث العلمي، بيفرق عن التقرير، بيفرق عن المقابلة الشخصية، لو بدي أعمل مقابلة شخصية وأجي أعملها عملية توثيق وهكذا. طبعا في نهاية البحث زي ما حكينا بنحط كل قائمة بكل المصادر اللي استخدمناها في خلال الكتابة تبعتنا، وكل مرجع موجود في نهاية البحث يجب أن يكون له في متن البحث إشارة، وكل إشارة في متن البحث يجب أن يكون لها بنهاية التقرير أو البحث المرجع اللي أخذناه منه. وكثير من الطلاب خاصة إذا بيشتغلوا يدوياً في عملية التوثيق بينسوا بعض المراجع، يعني بيضيف مرجع أو بيستفيد وبيقتبس من مرجع بينسى يضيفه في الآخر، أو بيضيف مرجع وبعد فترة بيعمل عملية تعديل وبيشيل مثلا الفقرة الخاصة بهذا المرجع بينسى يعمل عملية تحديث لقائمة المراجع. هناخد الآن على عجالة بعض الأمثلة السيتيشن ستايل، مثلا طريقة MLA هذه مستخدمة أكثر في موضوع اللغويات، اللغة. فكرتها أنه الكاتب ورقم الصفحة،
يعني مثلا لو شفنا في موضوع الكتب، اخذنا الفقره الاولى مثلا success stories were used to encourage readers for creative thinking او creating thinking، بين قوسين باللون الاحمر علي اند احمد 22. هذا مرجع الاوثرز تبعونه علي واحمد، صفحه 22 اخذنا هذه الفقره، مش شرط بالمناسبه تكون الفقره كما هي، والاصل انه نعمل عمليه بارافريز للجمل ما ناخذهاش زي ما هي، والا لو اخذناها زي ما هي لازم نحطها بين كوتيشنز. ورقم 22 الصفحة اللي اتاخذ منها في نهاية البحث أو الرسالة أو التقرير، هنلاقي إنه علي وأحمد هدول إلهم بحث معين أو كتاب معين، لأنه هذا طبعا توثيق الكتب، بوك بكون كتاب معين ألفوه هدول الباحثين الاثنين. في نهاية البحث بكون بالضبط إيش عنوان الكتاب وإيش دار النشر وإيش السنة وما إلى ذلك. ممكن يعني تحت موجود زي ما هو واضح أمامنا كيف بتوثق علي عند أحمد في الريفرنس ليست انتري، علي عبد الله اسمه عبد الله علي عند حسن أحمد، think out of the box اسم الكتاب think out of the box where creativity and business collide، هذا عنوان البحث بالكامل، مثلا النهضة بريس دار النشر تبعته سنة 2016. طريقة أمل إيه في الريسيرش بيبر مش في الكتاب اللي ذكرناه هنا اللي هو موجود في الكتاب. في الريسيرش بيبر بيكون موجود الجزء الأول مين الأوثرز تبعون هذه الورقة العلمية أو البيبر أو المانسكريبت أو الأرتيكل، بعد هيك بيكون الأرتيكل تايتل إيش هو عنوان البحث اللي إحنا أخذنا منه، بعد هيك بيكون عندنا وير الجورنال تايتل إيش هو عنوان المجلة ورقم الإصدار تبعها، بعد هيك السنة هنا عندنا 2014 سنة النشر، بعد هيك أرقام الصفحات اللي أخذنا منها أو عفوا البيبر هذه من صفحة 28 ل 31، يعني بيبر صغيرة 3-4 صفحات. في السطر الثاني موجود هاو، ممكن نحط الموقع الإلكتروني وين إحنا من أي أونلاين داتابيس أخذنا منه هذا البيبر، وممكن يضاف له وقتيش احنا دخلنا على هذا الموقع اكسس في 14 سبتمبر 2015. في طريقه ثانيه مثلا طريقه APA، هذا بتستخدم للعلوم الاجتماعيه والسايكولوجي وعلم النفس وما الى ذلك في توثيق الكتب، مشابه للطريقه السابقه ولكن علي أن احمد كوما 2016 ما كانتش موجوده في الطريقه اللي قبل، و بي 22 في صفحه 22. لما نيجي تحت لاخر سطر على طريقه الذكر المرجع بطريقه الاي بي اي في قائمه المراجع، علي اي دوت اند احمد اتش 2016، حطينا 2016 في الاول، وعنوان الكتاب نفسه النهضه بريس دار النشر اللي انتشر منها، بحيث انه اي باحث او قارئ يرغب في انه يرجع لهذا المرجع ممكن يلاقيه من خلال هذه المعلومه. في طريقة فانكوفر، يمكن أكثر في موضوع الطب، International Committee of Medical Journal Editors، يعني بدايتها كانت من هذه المؤسسة، هذه بتستخدم الأرقام العربية اللي إحنا بنقول عنهم أرقام إنجليزية لأنها أصلاً أرقام عربية، والأرقام اللي إحنا بنستخدمها هي الأرقام الهندية. كل مصدر من المصادر بيأخذ رقم حسب ترتيب التوثيق تبعه. إذا أول مصدر سواء كان كتاب أو بيبر أو تقرير تم الإشارة إليه في النص تبعنا بيأخذ رقم واحد، وبنهاية التقرير بيكون رقم واحد نذكر تفاصيل هذا المصدر، بعد هيك رقم اثنين وثلاثة وأربعة. إذا يعني تم الرجوع إلى المصدر رقم واحد مرة أخرى بيبقى أيضا نفس الرقم، لأنه رقم واحد هو عبارة عن الايدنتيفاير المعرف تبع هذا الكتاب أو المرجع، بيوضع بين قوسين مختلفة طبعا الأقواس، ممكن يكون سكوير براكت أو راوند براكت، وممكن يكون سوبر سكريبت رقم صغير فوق تنسيق علوي فوق آخر كلمة أو آخر حرف في السطر اللي احنا أخذنا منه. يعني هاي مثال مثلا للكتب، الجملة بالكامل وبنهاية الجملة حطينا رقم A بين قوسين مدورين، هذا المرجع رقم واحد. في نهاية المراجع أنا بدي أعرف رقم واحد هذا يعني بيشير إلى أي مرجع، في نهاية التقرير تبعنا بأرجع بلاقي إنه هذا عبارة عن كتاب مؤلفينه ستيور وسيمونز، وهي اسم الكتاب
وبيركلي، وهي دار النشر تبعته في سنة 2010. لما بدي أخذ أكثر يعني جملة أو فكرة معينة ذكرت في أكثر من مرجع عشان أأكد على أهمية هذا الموضوع، مثلا إنه في دليل إذا global warming is much bigger threat than previous research has assumed. يعني هذول الباحثين قالوا إنه موضوع global warming موضوع مهم وخطير. أكثر من باحث عندنا رقم واحد من 4 to 7، يعني 1, 4, 5, 6, 7, 9، يعني هذا البينغوسين هذولا يشكلوا 6 مراجع، 1, 4, 5, 6, 7, 9، 6 مراجع بيكون بينغوسين وبينهم كما عادية. الآن أحيانا إذا بدي أخذ كوتيشن يعني اقتباس بالكامل جملة كما هي اتاخذت من مصدر سابق بطريقة الفانكوفر بحط وراها رقم الصفحة، تمام؟ الآن IEEE اللي هي الـ Institute of Electrical and Electronics Engineers، هذه يعني مؤسسة من أكثر المؤسسات العلمية قوة وسمعة فيما يتعلق بموضوع الهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات، وفي عشرات من المجلات العلمية اللي تابعة لهذه الانستيتيوت، ومعظم هذه المجلات العلمية المستوى عالي والإمباكت فاكتور لها عالي، وتعتبر من أكثر المجلات العلمية تميزاً. عملت سيتيشن ستايل يعني مشابه إلى حد ما مع طريقة فانكوفر، برضو بتعتمد على النيوميريك سيستم نظام الأرقام، وفي قوام المراجع برضو يعني بتفرق بعض التفاصيل البسيطة، كما ممكن التاريخ يجي قبل التاريخ بين قوسين، نعمل نقطة وما إلى ذلك. لكن إذا بدنا نبعث لهذه المجلة يجب أن نلتزم التزام كامل بالنمط اللي هم يعني حققوه وذكروه عندهم. طريقة هارفارد من الطرق المستخدمة والشائعة جدا في الاستخدامات. في الكتب بتوثق اسم المؤلف علي أند أحمد 2016 بيج 22. في قائمة المراجع برضو بيكون عندنا للكتب توثق بهذه الطريقة. ممكن بالمناسبة لو رجعنا لهذا المثال، حكينا إحنا إنه success stories were used to encourage readers for creating thinking. بحط الجملة في الأول وبنهاية الجملة قبل ما أحط النقطة بحط بين قوسين المصدر اللي أخذت منه. يمكن صياغة الانتكست سايتيشن بطريقة أخرى، إنه بذكر في البداية المؤلف وفي النهاية ما بحط المصدر، لأن المصدر ذكرته في البداية. هاي مثال أمامنا، نقول مثلا علي 2009 reported that landfills in Gaza cause negative effect on soil and groundwater. يعني علي في سنة 2009، هذا علي عبارة عن مؤلف بيبر سنة 2009، وبالنهاية لو رجعنا بنلاقي توصيف كامل ومعلومات كاملة عن هذه البيبر المؤلفها اللي اسمه علي وانتشرت سنة 2009. بذكرها خلال النص انه علي ذكر انه النفايات اللاندفيل منكبات النفايات تسبب ضرر كبير واثار سلبيه كثيره على التربه والمياه الجوفيه. نفس الجمله ممكن صيغتها بطريقه اخرى، بنقول مثلا انه all landfills in Gaza cause negative effect on soil and groundwater. جمله ما لهاش علاقه بالمؤلف، ما ذكرنا المؤلف ضمن ترتيب الجملة وصياغتها، وبنهاية الجملة حطينا بين قوسين علي 2009. هذول الجملتين نفس الطريقة، وبصير في أحيانا استخدام مرة هيك ومرة هيك في عملية الكتابة. الآن نفس القصة هنا، A recent study investigated the effectiveness of using كذا كذا بين قوسين المصري 2010، أو نقول المصري 2010 has investigated the effectiveness of using كذا. الآن لو كان أكثر من مؤلف، المثال الثاني نقول مثلا جون أند كريستينا 2008، هذول بيكونوا 2 مؤلفين هم مؤلفي هذا البيبر. وإذا ذكرنا في خلال النص جون أند كريستينا وبين قوسين 2008 indicated ومنكمل. الآن لو كانوا أكثر من 3، حتى في بعض الآراء والطرق بتقول 3 أو أكثر، لكن هو عادة 3 ممكن يذكروا بالاسم. أكثر من 3 لو كان مثلا بيبر مؤلفين 6 أو 7، أو ريسيرش جروب مكونة من عدد كبير وكلهم موجودين كمؤلفين في البيبر، ما بصير أنه نذكر أسميهم كلهم،
من نضع إشارة زي المثال الواضح أمامنا نجار إيطال وآخرين، وهي كلمة لاتينية معناها and others. يعني حتى باللغة العربية نقول النجار وآخرون 2017، وباللغة الإنجليزية هيك تتوثق في نهاية الـ in-text citation في نهاية الجملة. الآن لو كان في أكثر من مرجع أخذت منه هذه الجملة، يعني مثلا هذه الجملة موضوع العلاقة بالبيئة، أنه قبول المزارعين لاستخدام مياه معالجة في الأغراض الزراعية هو شرط أساسي عشان أعمل عملية صياغة ورسم سياسات لإعادة استخدام المياه المعالجة. هذا موضوع يعني الكل متفق عليه، لأن هذه الجملة وهذه الفكرة قد تكون صيغة في أبحاث مختلفة بطرق مختلفة، ولكن هذه الفكرة تم اقتباسها من ثلاث مراجع: علي إيتال 2016، فاصلة منقوطة، نجار 2017، وزياد 2017. يعني الثلاث مراجع هذه ذكروا أو أشاروا إلى هذه الفكرة اللي احنا أخذناها منهم. الآن لو كان في نفس الباحث عنده أكثر من بحث في نفس السنة، احنا قلنا أنه نذكر الباحث والسنة. لو كان باحث وحيد عمل في سنة 2008 بحثين مختلفين، وأنا استخدمت البحثين هذولا في جملة معينة، يعني مثلا في البحثين اللي اشتغلهم هذا الباحث في 2008 عمل بحثين، والبحثين أشاروا إلى هذه المعلومة أنه التلوث وصل إلى ظروف خطرة، بحيث أنه تركيز النترات والنيتريت والبي أو دي وصل إلى، في البحثين ذكرهم. ممكن نذكر الباحث 2008 A فاصلة منقوطة 2008 B. الـ A والـ B في قائمة المراجع بنكون محددين أنه A هو البحث الأول وB هو البحث الثاني، ونكون طبعاً البحثين مختلفين عن بعض. إما نذكر الباحث والسنة فاصلة منقوطة والباحث والسنة نفسه بس مرة A ومرة B، أو الباحث 2012 مرة A ومرة B. الآن في حاجة اسمها secondary referencing، أنه أنا أحياناً بأرجع إلى بقرأ بيبر، البيبر هذه ماخذة معلومة من بيبر ثالثة، من بيبر أصلية أقدم منها، وأنا ما في عندي مجال إني أصل للبيبر القديمة، بالذات ممكن يكون شغل قديم ما أقدر أصل لهذه المصدر الأصلي. فممكن صياغتها بأكثر من طريقة. نقول مثلا according to علي and أحمد 2005 as cited by نجار إيطال 2008، يعني أنا فعليا قرأت البيبر تبعت النجار في 2008، والنجار في 2008 أشار إلى أنه مصدر هذه المعلومة اللي هو جايبها النجار 2008 هو علي وأحمد في 2005. الآن أنا ما شفت علي وأحمد البيبر تبعتهم اللي في 2005، فقط أنا شفت البيبر تبعت النجار وآخرون في 2008. الآن ممكن صيغتها بهذه الطريقة، أنه حسب علي وأحمد اللي مذكورة أو المقتبسة من خلال النجار وآخرين 2008 قال هيك. في قائمة المراجع تبعتي بذكر فقط المرجع اللي أنا شفته، بذكر المرجع اللي أنا شفته، يعني بذكر النجار 2008 وما بذكر 2005. يوصي يعني كل ما يتعلق بالناس اللي بيشتغلوا في الأبحاث العلمية إنه نحاول قدر الإمكان أن نقلل من السكندري ريفرنسينج، وإنه أرجع للمرجع الأصلي قدر الإمكان وأقتبس منه اقتباس مباشر. الآن ممكن أخذ جملة كما هي، يعني كل الإشي السابق ممكن يكون إعادة صياغة، ممكن يكون دمج لأكثر من فكرة مع بعض، ممكن أدمج أكثر من موضوع، بالنهاية أحط المرجعين أو الثلاثة اللي اشتغلوا على هذه أو اللي ذكروا الفقرة السابقة. الآن لو بدي أذكر مرجع أو بدي أقتبس من مرجع الجملة كما هي خاصة في التعريفات مثلا، بحطها بين كوتيشن دبل كوتيشن، هذه بتدل على أنه أنا أخذت النص كما هو مع ذكر رقم الصفحة زي الواضح أمامنا باللون الأحمر. الآن لو كان الكوتيشن اللي أنا ماخده الاقتباس أو الجملة اللي أخذتها كما هي طويلة، يعني تزيد عن سطرين ثلاثة، بعملها تحت اقتباس بين قوسين أيضا، ولكن في سطر مستقل بالنص، بتكون يعني indented paragraph، بتكون داخلة لجوة عن النص الأصلي. ممكن يكون في يعني أكثر من طريقة، ممكن تكون في البداية بكتب مثلا سميث 2004 حكى كذا كذا، وتحت باخذ الجملة كما هي stating that، وبذكر الجملة اللي هي ثلاث أسطر، أو
بذكر الجملة في الأول بدون ما أشير للمرجع الأصلي، وبنهاية الفقرة تحت بكتب سميث 2004 بيج 11، وفوق كنا كاتبين بيج 11 في نهاية الفقرة اللي احنا اقتبسناها والمرجع ذكرناه في بداية الجملة. ممكن برضو أعمل سيتيشن لصورة، سيتيشن لشكل توضيحي، بالذات لما يكون في فلوت شارت لبروسس معقدة وأنا بتأخذها كما هي عشان أوضح الفكرة تبعتي. ممكن إني أقتبس، مش ممكن، يجب إني أذكر إنه هذا الإيمج أو هذا الإلستريشن أو هذا الدياجرام أو هذه الصورة أنا ماخذها من مصدر معين، ويكون شيء طبيعي كما نشير إلى اقتباس أي شيء موثق يعني. ونتعامل معها كأنها يعني دايركت كوتيشن كامل، ويفضل يكون فيها رقم الصفحة، يعني مثلا تيبل كذا illustrating checklist of information اللازمة، بين قوسين بحط المؤلف سنة 2008 في بيج 22، يعني بيج 22 من الكتاب اللي ألفه بيرز اند شيلدز في 2008 ذكروا هذا واخذوا هذا الجدول، وانا الجدول اخذته منه. ممكن انا مثلا بدي خريطة الجيولوجية لقطاع غزة، برضو من مرجع معين بحط المرجع والسنة والصفحة اللي اخذتها من هذا الكتاب مثلا. الان ممكن ما يكونش المؤلف مؤلف باسم محدد، ممكن يكون institution مؤسسة، انا ماخذ احصائية مثلا من وزارة الصحة انه عدد مثلا المصابين بمرض معين او عدد المدخنين او عدد اللي وردوا للمستشفيات او عدد اللي ترددوا على مراكز الرعاية الاولية، ضمن دراسة الي بحط الرقم اللي انا اخذته او المعلومة اللي انا جايبها، وبين قوسين بكتب مثلا Ministry of Health 2008، وفي قائمة المراجع بدور على Ministry of Health بلاقيها انها عبارة مثلا تقرير سنوي، تقرير انجازات، تقرير حول حالة المرض معين وانتشر سنة 2008. ايضا المقابله الشخصيه واي شيء بعمل له عمليه توثيق برضه باجري له عمليه التوثيق. بالمناسبه لو رجعنا لطريقه هارفرد فيها تفصيل لكل جزئيه كيف بنعملها عمليه توثيق بالمثال، واكثر من مثال بيكون موجود. ايضا مالتي ميديا، انا في فيديو معين اخذت منه معلومه فقط، بالذات اللي بيشتغل مثلا في موضوع الاعلام وموضوع الميديا وموضوع العلوم السياسية، ممكن ما يكونش موقف معين لجهة معينة، موقف سياسي ما يكون مكتوب، يكون مثلا أخذ من خلال مؤتمر صحفي أو مقابلة متلفزة مع أحد المسؤولين في هذا الحزب أو في مؤسسة معينة. أيضا أشير إلى هذه المقابلة، بذكر المؤسسة الاونلاين برودكاست نفسها، اذا حتى عنوان التقرير الموجود طبعا اللي هو المالتي ميديا، وبكتب ايضا الاونلاين وين الموقع الالكتروني اللي اخذت منه، واليوتيوب اذا موجود على اليوتيوب كانه هو الاوثر تبع اللي انا اخذت منه. الان في قائمه المراجع بالنهايه ما بين ينفصل، كانوا سابقا بالذات في اللغه العربيه يفصل الكتب لحال والاوراق العلميه لحال وما إلى ذلك، لا، باللغة الإنجليزية كل القائمة بتكون قائمة واحدة مرتبة، بتكون مرتبة. إذا كنا بنشتغل بطريقة الهارفرد وطريقة إن نكتب المرجع اسمه والسنة، بتكون مرتبة ترتيب أبجدي. إذا كنا بنشتغل بطريقة IEEE أو فانكوفر هي طريقة النيوميريك ستايل بالأرقام، بتكون مرتبة ترتيب حسب ورود الاقتباس من هذا المرجع في النص. على أي حال بغض النظر عن الطريقة، في معلومات أساسية يجب أنها تكون موجودة. أولاً المؤلف تبع هذا البحث أو المصدر أو الكتاب أو ما إلى ذلك، التاريخ والعنوان تبع هذا البحث أو الكتاب. طبعاً غير هيك في معلومات كتير أخرى بتكون موجودة، ممكن تاريخ النشر، مكان النشر، ممكن الإصدار، إيش هو الإصدار تبعي، الموقع الإلكتروني الموجود في DOI، هذا عبارة عن لكل جورنال، لكل أرتيكل مرتبط طبعا بالأوراق العلمية في المجلات. أيضا عنوان المؤتمر، إذا في مؤتمر أنا أخذت منه، إذا كان في سيريال نمبر لريبورت معين، يعني في كتير إلها. أيضا Date of Access، إذا إشي أنا أخذته من موقع إلكتروني مهم جدا إني أحط الاكسس بتاريخ كذا، لأنه مواقع إلكترونية بتتغير وتتحدث، فممكن
اذا رجعوا بعد هيك لهذا الصفحه الالكترونيه وما لقوهوش ممكن يكون تم ازالته. وهذا يعني بيعتمد على نوع الماتيريال في هذه المعلومات بتكون موجوده. ناخذ بعض الامثله بسرعه. مثلا في الجورنال ارتكل او الوحده اللي هي الورقه العلميه المنشوره في المجلات بتكون اكثر من طريقه، وكل طريقه لها بعض التغيرات عن الطريقه الاخرى. يعني هذه الطريقه بتذكر احمد كوما اس نقطه اف اند وهكذا. في ممكن طرق ثانيه فيش فيها كوما مثلا. 1999 بين قوسين ممكن في طرق ثانيه او في ستايل ثانيه تكون 1999 في الاخر، ممكن تكون بدون قوسين، ممكن تكون بولد مثلا. بعد هيك العنوان تبع البيبر فورين بوليسي او في كذا، في بعض البيبرز او في بعض الستايلز بتكون بينها وبين التاريخ كوما، بعضها بتكون ايتاليك او بولد او اندرلاين. بعد هيك الجورنال او المجله اللي احنا اخذنا منها في بعض المجلات بتكون مثلا ايتاليك مايله او اندرلاين او كذا. بعد هيك كوما 23/1 اصدار والفوليوم تبعنا، والصفحه من 219 ل 248 هذه هي خلال الاصدار الاول الفوليوم 23 من هذا البيبر اللي انتشر سنه 99. بين صفحه 219 و 248 موجود عندنا البيبر تبعتي اللي مؤلفها احمد ومحمد سنه 99 اللي احنا اقتبسنا منها في النص. وممكن اونلاين جورنال لها اكثر من طريقه، برضه بنحط الرابط الالكتروني ونكتب تاريخ الدخول الى الموقع. الكتب مختلفه الى حد يعني ما. المؤلفين في الاول بين قوسين 2001 اسم الكتاب نقطه، بعد هيك المكان لندن كوما، بعدين الناشر تبع، لانه الكتب اهم شيء فيها الناشر، ما فيها مجله معينه لا. البيبرز اهم شيء المجله، الكتب دار النشر. ممكن تكون كتب الكترونيه برضو، باذكر الموقع الالكتروني اللي احنا اخذنا منه الكتاب. اذا كان كتاب مكون من اكثر من مؤلف في اديتورز، يعني في بعض الكتب الان والترند الجديد في الكتب انه الكتاب بيكون مكون من اكثر من فصل، وكل فصل بيكون مجموعه من المؤلفين له متخصصين، خاصه بنذكر كيس ستاديز او عشان يكون الكتاب اكثر اهميه واكثر فائده علميه، بيكون اكثر من مؤلف متخصص في مجالات التخصص الدقيقه في الكتاب. برضو لها طريقه مختلفه الى حد ما في الكتاب القائمة المراجع. أنا في ستاندرد معين، في كود معين أنا أخذت منه بريتش ستاندرد إنستيتيوشن مثلا، واستخدمت الطريقة هذه الموجودة في الكود في عملية الفحص أو عملية التحليل أو في تحصيل رقم معين، برضو بأخذ هذا الكود. إذا ويب بيج معينة لموقع إلكتروني مثلا European Space Agency 2008، وبأخذ الموضوع اللي أنا اشتغلت عليه، وبالنهاية بكتب available from وبكتب الرابط الإلكتروني واللي أنا شفته في 3 جولاي 2008. لأنه في personal communication، في اتصال شخصي، مقابلة شخصية مثلا، برضو نفس القصة اللي أنا عملت مقابلة معاه كأنه هو الأوثر، وبين قوسين بكتب personal communication كما في 26 أبريل 2004 تاريخ المقابلة. نختم يعني في عنا نتيجة ل تعدد طرق التوثيق والاقتباس، ونتيجة لأن الباحث ممكن يغير من طريقة لطريقة، ممكن يكون اشتغل على بيبر لمجلة معينة بتشتغل بنظام الأرقام وحب أنه بعد هيك هذا البيبر ما يبعثها لهذه المجلة، يبعثها لمجلة ثانية بتشتغل بنظام هارفارد مثلا، طريقة التوثيق بالاسم APA أو MLA أو غيرها. ممكن يكون في غلبة في عملية التغيير الستايلز وتأخذ جهد من الباحث. أيضا في طروحة الماجستير أو الدكتوراه لما يكون عند الباحث 300-400 مرجع يستخدمهم، يكون في صعوبة في عملية التوثيق. تم إصدار عدد من البرامج السوفتويرز تولز سايتيشن تولز عشان يتسهل من عملية المراجع، كثير في يعني مختلفة ومتعددة في العالم. مثلا لو ضربنا مثال إند نوت شائع الاستخدام وفي كتير إصدارات. الآن إند نوت برنامج هي الواجهة تبعته، بدخل قائمة المراجع تبعتي. الإند نوت بالمناسبة كما ذكرنا سابقا لما حكينا عن الجوجل سكولر مرتبط بالجوجل سكولر، لما يكون عند الإند نوت نازل على الجهاز وأنا بفتح الجوجل سكولر وشوفت مرجع معين بعمله عملية التوثيق، بدل ما أنا أكتبه من الصفر ومن البداية
اكتب اسم المرجع يدوي مباشره، بعمل له اكسبورت على الاند نوت مباشره. اول ما افتح الاند نوت كل المصادر والابحاث اللي عملت لها اكسبورت من الجوجل سكولر عليها بتوثق بالطريقه الاساسيه فيها. الان اذا انا داخل الاند نوت بدي اوثق بطريقه معينه، داخل الاند نوت بكون في عندي ليست ب انماط الستايل تبعت السيتيشن والريفرنسنج الموجوده في العالم. حتى لو في ستايل معين مش موجود، ايضا بيكون ملف صغير بينزل على الاند نوت بضغطه كليك واحده بحول كل النمط تبعي الى النمط اللي انا اخترته. الان هذه قائمه موجوده على الاند نوت، ميزته انه ممكن حتى لو عملت رابط تشعبي هنا وين انا خزنت هذا البيبر برضه بيكون موجود. كيف بربطه بالوورد؟ الوورد نفسه المايكروسوفت وورد، وانا بكتب قاعد في البيبر تبعتي او في البحث او في الرساله او في التقرير، كتبت جمله معينه من بحث معين، بين قوسين بدي احط المرجع. المرجع هذا انا عارفه موجود في المكتبه تبعتي على الاند نوت، موجود في ايقونه في الوورد، في طبعا زي ما احنا عارفين في هوم انسرت بيج لاي اوت، في قائمه اسمها ريفرنسز موجوده جواتها، في حاجه اسمها انسرت اند نوت. انا بكتب وصلت لنقطه بدي اوثق، بعمل انسرت اند نوت، بفتح لي صفحه الاند نوت تبعتي، بختار المرجع اللي منه اخذت هذه المعلومه او هذا الرقم او هذه الاحصائيه، ومباشره بيعمل لي عمليه اكسبورت من الاند نوت للوورد. يعني في الوورد بيجي عمليه استيراد من الاند نوت ومباشره بتوثق، وبنهاية الصفحة اللي أنا عمال بكتب فيها بيجيب لي برضو في قائمة المراجع تبعتي بيعمل لي عملية توثيق وكتابة لهذا المرجع بالطريقة اللي أنا بختار له إياها حسب نمط الستايل اللي أنا بدي إياه. طبعا موضوع الاندنوت موضوع كبير، ممكن يكون في متاح إن شاء الله لاحقا فرصة إنه نعمل عملية عرض بسيط لكيف استخدامه من ناحية مبدئية، بحيث إنه تكون المعرفة شائعة عند الطلاب. من الوورد نفسه بختار الستايل اللي انا بدي اياه وبغيره مباشره، بتغير في كل الاماكن اللي انا عملت عمليه استيراد للملف فيه. شكرا كثير لكم. يعني هذا الموضوع لا يمكن انه نختمه او نسيطر عليه في لقاء واحد، والموضوع مش موضوع حفظ انه نحفظ كيف الانماط، على الاقل نفهم الاطار العام. ضروره اي شيء انا استخدمته او اقتبسته اذكر مين المؤلف ومين المصدر تبع هذه المعلومة، وبنهاية التقرير تبعي أوثق في قائمة المراجع وأدرج كل المعلومات اللازمة، بحيث أنه إذا إجا من يرغب في الرجوع لهذه المعلومة يقدر يرجع لهذه المعلومة ولهذا المصدر بسهولة. في الأبحاث العلمية وفي رسائل الماجستير والدكتوراه صعب جدا نشتغل يدوي، في كتير سوفتويرز مستخدمة ومرتبطة بالوورد، مرتبطة بالجوجل سكولر، بحيث انها تكون تسهل عملية على الطلاب والباحثين. شكرا كثير لكم وبارك الله فيكم.